يسعد أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج خدمات اقتصادية. مشاهدينا الأعزاء، أثبت القطاع العام خلال الحرب على سوريا في بعض من مؤسساته وشركاته القدرة على تحمل المسؤولية ورفض الاقتصاد الوطني بمليارات الليرات السورية. وتعتبر المؤسسة العامة الاستهلاكية هي إحدى أهم مؤسسات هذا القطاع في مجال تأمين السلع والمواد الغذائية الأساسية. ويأتي دور فرع المؤسسة العامة للاستهلاكية فرع اللاذقية محققا الشروط المعادلة وإثبات الحضور والتميز بالعمل والمتابعة المستمرة لطلبات المواطنين على مساحة واسعة ممتلئة بالمراكز والصالات، الأمر الذي وفر الكثير من الأعباء المادية على الإخوة المواطنين. مجمع أفاميا هو أحد أهم هذه منافذ هذا البيع. بسرني رحب بضيفي الأستاذ عدنان إسماعيل، مدير المؤسسة العامة الاستهلاكية فرع اللاذقية. يسعد أوقاتك أستاذ عدنان. أهلا وسهلا، أهلا فيكم. ما كثير المقدمة طويلة. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ عدنان، يعني قبل ما رحب فيك كنت ذكرت أنه مجمع أفاميا يعتبر يعني هو واحد من أهم هذه المنافذ اللي ذكرتها بالمقدمة. تجديد مجمع أفاميا، نعم، هو من أهم أعمال 2014، إعادة تأهيله للمجمع لخدمة المواطنين. نعم. هو أهم أعمال المؤسسة الاستهلاكية. نعم. لعام 2014. نعم. أستاذ عدنان، أيضا ذكرت بالمقدمة يعني إحنا بنعرف أنه كان يعني في حقيقة حققت المؤسسة الاستهلاكية يعني ربح بعد عدة سنوات. نعم، بعد عدة سنوات يعني هناك ربح، ويعني هذا الربح هو رافد وداعم للاقتصاد الوطني السوري. يعني نعم. رغم ظروف الأزمة والضغط اللي صار بسبب أهلنا بالمدن الأخرى اللي هلأ موجودين ضيوف في اللاذقية، قدرنا أنه نأمن كافة الخدمات للمواطنين. وأهم شيء بعمل المؤسسة الاستهلاكية هي المواد الغذائية. وبعد 5 سنوات بهالأزمة، وإن شاء الله قريبا رح نخلص منها، قدر فرع اللاذقية يحقق الخطة 100% بعام 2014. مبيعات وصلت لمليار ونصف بال 2014. نعم، تم تنفيذ الخطة بشكل كامل. نعم. طبعا مو الهدف كان تنفيذ الخطة فقط، الهدف خدمة المواطنين. نعم. في ظل جو كان في، طبعا مو كلهم، في تجار كانوا عم يخدموا كمان مثلنا وأكثر، بس في بعض التجار الشجعين كانوا، فلنكسر هالاحتكار هاد قدرنا نتدخل بقوة. والحمد لله أهم شغلة هلأ بتنبسطي أنه رجعت ثقة المواطن، وهالأزمة ثبتت أنه مؤسسات الدولة هي الأساس بكل شيء. صحيح. يعني حقيقة أستاذ عدنان، يعني المواطن يعني دائما يعني هو دائما عنده ثقة بمؤسسات. عفوا، هذاك اليوم صارت حادثة هي بينبسط الواحد من داخله. نعم. فداخل بعد دوامي على مجمع أفاميا، فنازل رجل هو ومدامته عم تقول له يا ريت لو في بكل حارة هيك مجمع. صحيح. لخدمة المواطنين، فبتنبسطي بس تسمعي هيك حكي. نعم. وإن شاء الله رح نغطيها كلها. صالات المؤسسة، يعني هناك يعني الكثير من الصالات ومنافذ البيع اللي يعني متوزعة ومنتشرة على مساحة المحافظة، وأيضا يعني إحنا بنعرف خارج المحافظة أيضا في مدينة جبلة، في مدينة الحفة وبمنطقة الصلنفة والقرداحة. نعم. تقريبا مغطيين كل المدينة والريف بالصالات. نعم. وبالمراكز. نعم. نحن عنا 15 صالة غير المجمع. نعم. في الصالات الرئيسية بالبلد، صالة تشرين وفيها المواد غذائية وكهربائية ومنظفات ومفروشات، وصالة 8 آذار فيها مواد غذائية وكهربائية ومنظفات، وصالة مرتقلة كمان هلا عم ندرس إعادة تأهيلها، كانت مسكرة لفترة ورجعنا فتحناها. هي خلف مبنى المحافظة. نعم. كمان فيها أدوات كهربائية ومنظفات وغذائية وأدوات منزلية.
نعم. وطبعا في بالقرداحة صالة، وبالحفة في صالة كمان كانت مسكرة ورجعنا فتحناها من شي 15 يوم. ومتوفرة فيها كل الـ يعني كل شي المواد. بصالاتنا موجود، نعم. أهم شي الغذائية غذائية. متوفرة بكل الصالات، نعم. يعني أهم شي هلا صحيح. بنحكي فيه الغذائية، نعم. فمتوفرة بكل الصالات. استاذ عدنان، كنت حكيت من شوي انت يعني عن عام 2014، يعني شو حققت المؤسسة ايه من عائدات مالية. طيب هلا يعني هلا ماذا عن الربع الأول من عام 2015 لعملكم؟ الربع الأول خططنا نحن للسنة لل 2015 هي 1,800,000,000. نحن أول ثلاثة مبلغ أشهر محرز. ايه نحن أول ثلاثة أشهر، الشهر الأول والثاني والثالث، الربع الأول مبيعاتنا 520,000,000، يعني رقم بنسبة تنفيذ 110% للخطة. نعم. فإذا ضلينا إن شاء الله من متابعين هيك، وإن شاء الله للأفضل كمان، نعم. بتتحقق الخطة بكل سهولة، ومنكون يعني قلت لك أول شيء مو الهدف بس تحقيق الخطة، نعم. الهدف هو خدمة المواطن. يعني حقيقة أنتم أثبتوا يعني أستاذ عدنان يعني حضوركم وتميزكم يعني حقيقة بالعمل والمتابعة المستمرة، يعني مثل ما كنا نشوفها لطلبات المواطنين وتأمين كل هذه طبعا الصالات والمراكز طبعا بالمواد اهم شيء الغذائية والغير غذائية. نعم. غير هالمواد، هاي اهم شيء توزيع المواد المقننة فمراكز المستهلك. نعم. فتقريبا عم نوزع لشي 2,000,000 مواطن مادة السكر المقنن، وان شاء الله لنهاية الشهر السادس بيكون كل المواطنين الموجودين في اللاذقية وريفة حاصلين على هاي المادة إن شاء الله. أستاذ عدنان، زميلنا أحمد قاسم عدلنا تقرير عن منافذ البيع، يمكن في مجمع أفامي على ما أظن وبصالة 8 آذار. رح بنشوف. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. بتحكي لي عن واقع الخدمات اللي عم بتقدموها هون بمجمع أفاميا؟ أهلا وسهلا. مجمع أفاميا الاستهلاك يتألف من 5 طوابق، كل طابق 1,100 متر. الطابق الأول شايف عبارة عن مول، مواد غذائية ومنظفات، يوجد فيه أكثر من 500 مادة من المواد الغذائية وأكثر من 300 مادة من المنظفات. الطابق الثاني مواد كهربائية، قرطاسي، مواد منزلية، كمان بيع بالتقسيط للمواطنين. والطابق الاخرى مفروشات. قديش تختلف سعر السلعه عن برا؟ يعني اسعارنا اقل من سعر السوق بنسبه 15 الى 20%، واكبر دليل مبيعاتنا. مبيعاتنا من واحد الشهر حتى الان تجاوزت 12 مليون. شو المواد اللي بتدخل بالتقسيط وشو الاجراءات اللي لازم ياخذها المواطن ليقدر يقسط عنه؟ المواد الكهربائيه والمفروشات بتدخل بالتقسيط. الاخ المواطن يعني ذوي الدخل محدود بين براتبه كفيل، سقف التقسيط 170,000 مع الفوائد 200,000. بتحكي لي ليش حبيت وتجي تشتري من هون من فرع المؤسسه الاستهلاكيه تحديدا مجمع افاميا؟ اول شيء بخدم اقتصاد البلد بالمرتبه الاولى بالنسبه لي انا، ثاني شيء شبيه بمحلات الجمله. قديش لمست فرق بسعر السلعه؟ مثلا شو اخذ انت هلا؟ مثلا اخذ زيت في فرق، اخذ مرطفات الجو في فرق، منظفات في فرق. انا اليوم جاي بس اخذ هيك بس. انا بشوف الاسعار بالمؤسسه الاستهلاكيه يعني 90% من المواد اللي بالمؤسسه ارخص من السوق. واكبر مثال انا بشتري من السوق وبتسوق، يعني بشوف بيجي بقارن مثلا هلا بشوف مثل الزيت، يعني مثلا هذا الزيت حقه بالمؤسسه 1,610 ليرات. بمحلات الجمله اللي برا تحت 1,700 ما حقه. مثلا عندك الشاي شعيري 125 ليره بلاش. بتقترح هالمؤسسة تفتح شي قسم ما أنا فاتحته أو شي تغطيه موجود بالسوق وعم يتلعبوا بأسعاره؟ هلا إيه في مثلا مثل ال بي سي فرضا، مثلا ال بي سي أحذية هدول، إيه لو في قسم بالمجمع مثلا ال بي سي، يعني هذه بتكون فكرة ممتازة لأنه بالسوق
الالبسه ما بتع... يعني ممكن هامش ربح كبير او هيك، بس اذا بتفتح المؤسسه قسم البسه و... واحذيه وهيك بتطلع ممتازه. والله هون اسعار مناسبه وكويسه كتير كتير، وعم نجي والمعامله مع الشباب كويسين، واسعار يعني كتير كويسه احسن من السوق. في بضايع متنوعه واسعار محدوده، لهيك بنحب نجي نشتري من هون. مثلا شو اخذتي هلا؟ اخذت معلقه، وبدي اخذ صينيه، عم نشوف هلا الاحفاضات اذا خرج نشتري بناخذ كمان، لانه بتعرف هلا الاسعار كتير غاليه برا بالسوق، فعم نشوف هون الاسعار شوي يعني اقل من برا. المؤسسه للدوله هي مجمع، يعني المقتنيات الموجوده فيها ضروريه لبيوتنا لحاجاتنا الاساسيه يعني، واسعارها حسب ما طلعت هيك وجلت في المجمع أسعار مناسبة جداً وكويسة بالنسبة للسوق الحالية المتوفرة. شو بتحب تقول للإخوة المواطنين اللي بي إنه عندهم برود، لا ما بنجي على المؤسسة، يمكن صح أرخص بس ما عندهم هالمواد الزيادة أو ما عندهم مواد جودتها عالية، أنت كيف شايف الجودة وكيف شايف أنواع المواد؟ في أمور حتى بالسوق ما موجودة، بس المواطننا لازم يتعود على مؤسسات الدولة ويجي يشوف يجرب. بجد تحيه لكم مشاهدينا من جديد. استاذ عدنان تابعنا هذا التقرير اللي بيلقي الضوء يعني على عمليه البيع والشراء خلال يعني المجمعين اللي شفناه، من خلال مجمع افامي وايضا صاله 8 اذار، كمان اني مركز بيع، يعني شفنا هذا حقيقه، هذا الرضا وهذه الثقه من الاخوه المواطنين تجاه يعني مؤسسات ومراكز بيع الدوله، وصاروا بيعرفوا تماما انه عم بي شوفوا انه يعني لحالهم الارقام بتثبت عن جد هالشيء. المبيعات اللي عندنا هي بتثبت عوده ثقه المواطن للمؤسسات الاستهلاكيه. بعدين في شغله كمان، نحن حسب توجيهات القياده في حمله عيشها غير، فهي من 1 لـ 7 الشهر، من اول كل شهر في نسبه بتطلع له لكل مواطن 10%. يعني اذا على 2000 ليره بيطلع له ب 200 ليره اغراض، في بياخد فيهم اي غرض بده اياه من المؤسسات، هي من اول الشهر لسبعه، هيدي مستمره من 1 لـ 7 من كل شهر. يعني اي مواطن بينزل بصالاتنا الرئيسيه، طبعا مرتقله ومجمع افاميه و8 اذار وتشرين. حلو. اي من 1 لـ 7 الشهر. في نسبه هي بتطلع له انه 10%. نعم، بس بدي نوه على رقم التليفون للإخوة المشاهدين طبعا اللي بيحب يتصل ويستفسر أو بيحب يطرح أي سؤال للأستاذ عدنان إسماعيل مدير فرع المؤسسة العامة للعامة الاستهلاكية. أستاذ عفوا، رقم التليفون 429 200 429 200، والرقم صار يعني ظاهر على تحت أسفل طبعا الشاشة. والأساس مع خدمة المواطن كمان خدمة الموظفين. نحن مستمرين في البيع بالتقسيط للمفروشات والأدوات الكهربائية. هلا التقسيط استاذ كانوا عم يحكي يمكن مدير اليوم وصلت تعليمات جديدة. نزلوا نسبة الفائدة، هي أكثر شيء بهم المواطن. نزلت نسبة الفائدة بتهم الموظف. الموظف بالدولة هو المواطن، هو الموظف طبعا. بيان بيان براتبه وكفيلين. اليوم وصلت تعليمات صباح اليوم انه نزلت نسبة الفائدة والدفعة الاولى صارت اول قسط، بس يعني مثل اي قسط. يعني كانت الدفعة الاولى كبيرة توصل لشي بين حسب الراتب بين 30 لـ 40 ألف. ايوه. هلا صارت مثل اي قسط على كل يعني المواد، على كل السلع، على المفروشات والادوات الكهربائيه. أيوة. يعني هلا اي مواطن بينزل ما بقى بيحط يعني بيكون كان في مبلغ كبير اول شيء بدايه أول القسط، دفعة كان هلا فيه. لا هلا صار مثل اول دفعه اول قسط، يعني مثل اخر قسط. يعني التغت الدفعه الاولى تقريبا. حلو، بس ما تكون كمان لا ما كتير. استات التقسيط على 30 شهر. على 30 شهر. ايه. والمواد كلها متوفرة، الكهربائية والمفروشات. نعم.
استاذ عدنان، يعني نحكي عن خططكم الجديده يعني للمؤسسه بتوفير، خلينا نقول بتوفير خدمات يعني اوسع ضمن مديريات القطاع العام، يعني ليستطيع الموظف حقيقه شراء حاجاته يعني ضمن خدمه الموظفين. نحن من اول 2014 بدينا بهالخطوه، يعني ضمن مديريه الشخص او المواطن او الموظف. اول مركز عملناه كان بمديريه العام الحوض الساحل الموارد المائيه، ثاني مركز بالتربيه، والثالث بالمطاحن، والرابع بالحبوب. وبناء على توجيهات السيد المحافظ في كامب المجمع الحكومي بجبله، كان في صعوبة للموظفين انه يطلعوا من دوامهم ويجيبوا المواد الاستهلاكية. فمن مدة 10 أيام تماما بناء على توجيهات السيد المحافظ فتحنا مركز ضمن المجمع. حلو. لخدمة الموظفين بالمجمع والمواطنين برا، بس وجهنا انه الأولوية للموظفين الداخل المجمع. بس اخذوا هالموظفين المواد المقننة انه فيهم بيبيعوا للمواطنين كمان. ايه، وتم افتتاحه من شي 10 أيام. يعني ان شاء الله بدنا نشوفها بكل وين بكل مكان المديريات، في تجمعات لموظفين او مديريه في عدد كبير. نحن الاستهلاكيه جاهزه لتفتح مركز فيها. نعم. معي اتصال من احمد. الو الو الو، ما بعرف يمكن قطع الاتصال. الو، بطل يرد أحمد. أستاذ، من خلال أيضا التقرير كنا عم، يعني أحد المواطنين قال أنه يا ريت لو كان في قسم ألبسة وقسم أحذية، يعني أنه لأنه عم بيشوفوا هلا أنه يعني بتعرف يعني في ناس، يعني في تجار كتير عم يرفعوا الأسعار حسب يعني حسب أهوائهم، يوم بتلاقي كل يوم عم تلاقي الأسعار بازدياد. بما أنه يعني نحن يعني حضرتكم أنتم رجعتوا ثقة المواطن، يعني هو هذا المواطن سبق علينا شوي. فنحن حاليا عم ندرسها للفكرة وعم يحكي حاجته، وان شاء الله قبل رمضان رح يكون الطابق الثاني بالمجمع في 400 متر للألبسة. حلو. ايه، هي مبلشين فيها بالمؤسسة الاستهلاكية فرع دمشق. نعم. والإدارة العامة ان شاء الله كمان عندنا قبل رمضان رح نبلش فيها. نعم. يعني خصصنا لهم مساحة، واللجنة هلا عم تدرس موضوع الألبسة، ورح ننزلها ان شاء الله قبل بداية رمضان إن شاء الله. يعني كمان هاي بشرة، يعني هلا اليوم طبعاً خبرتنا خبرين. إيه، بالنسبة للتقسيط خفت شوي الفوائد والدفعة الأولى ومشروع الألبسة. وأهم شغلة هاي وين ما طلب في منطقة، طبعاً في دراسة عندي من دائرة التخطيط إذا بالنسبة للعدد السكاني إذا فيني بفتح كمان بأي قرية، بس طبعاً بده يكون عدد أقل شي 5000 نسمة. انه اي قريه فيني افتح فيها كمان جاهزين بسعر. طبعا مين بيوفر هون يعني الصاله او في المركز؟ في عندنا توجيهات يعني الاداره العامه والسيد وزير التجاره الداخليه والمحافظ انه اي منطقه نغطيها. ففي نسبه للاجارات بالريف يمكن ما تتجاوز ال 5000 ليره للمحل، او يقدم من اهالي القريه او اي مجمع حكومي يعني بالقرية، بلدية، جمعية فلاحية كذا، فيها غرفة أنه فيهم بيستغنوا عنا. يعني هون أهالي القرية هن اللي بدين يقدموا طلاه. ايه، يعني ايه، نحن نطلع ندرس الموقع والتعداد السكاني. وإذا كانت مؤهلة فورا خلال أسبوع بيكون جاهز. نعم. طيب انتوا كمان ما يعني ما بتلاحظوا هذا الموضوع استاذ عدنان، انه مثلا في، نحن بنعرف انه في يعني قرى يعني كناحيه، يعني مركز ناحيه، يعني مركز ناحيه عم بيكون يعني عم بتخدم تقريبا عشرات القرى يعني حواليها. طيب هون انتوا كمان ما بتدرسوا هذا الموضوع كله في من خلال دائره التخطيط؟ هي اللي بتدرس اي موقع لنفتح مركز جديد. هي يعني هي بتدرس لأنه بالنهاية بدنا اياه عن جد يخدم المواطن، ما نفتحه هيك منظر بس، انه بدنا اياه لخدمة مواطنين الريف ايضا. نعم. طبعا في عندنا غير ال 15 صالة والمجمع عندنا 65 مركز بالريف وبالمدينة. وهال 65 يعني عم يزدادوا شهر بعد شهر. يعني ما راح يضل المنطقة لا بالريف ولا بمراكز المدن الا ما تتغطى.
إن شاء الله. طبعا وبالإضافة لكل عملنا بالمؤسسة الاستهلاكية نحن نستقبل البضائع من مرفق اللاذقية وخصوصا هلا الخط الائتماني الإيراني وعم نوزع مواده على كل المحافظات السورية. وصرنا تقريبا مطلعين من مرفق اللاذقية شي 1200 حاوية وإسا في شي 400 حاوية. فالمستودعات بالمحافظات مستودعات الاستهلاكية ممتلئة بالسمنة وبزيت القلي وبرب البندورة وبالشاي وبالسكر، يعني المواد الأساسية، المواد الغذائية الأساسية. ماذا عن المنافسة أستاذ عدنان؟ يعني نحن وقت اللي بنشوف هيك أنه دائما في تخفيض بالأسعار، يعني نحكي عن المؤسسة الاستهلاكية هي اسمها مؤسسة تدخل إيجابي. فنحن عندنا لجان دائمة بالأسواق بتشوف الأسعار الرائجة بالأسواق، ونحن على هالأساس على الأسعار منخفض أسعارنا. إما عن طريق الإدارة العامة، يعني أي شيء مطلوب من المدير العام ومن وزير التجارة بيطلبوا منا دائما أنه نبعث لهم أسعار السوق الواقعية، وأساسها أنه بينزلوا لنا الأسعار لفينا ننافس السوق. طبعا وجودة البضاعة هي أهم شيء. عندنا كمان تحاليل، أي مادة غذائية ممنوع تدخل لعنا إلا بعد تحليل نظامي من الدوائر المعتمدة بالدولة. نعم. بالنهاية يعني حقيقة أستاذ عدنان، يعني دائما نحن بنتمنى لكم المزيد من النجاحات يعني والتوفيق بعملكم. يعني فعلا يعني مثل ما ذكرت بالبداية حقيقة أثبت فرع المؤسسة العامة الاستهلاكي باللاذقية. نشكر الجميع اللي عم يساعدونا طبعا حسب توجيهات القيادة، ومنشكر أكثر شيء السيد وزير الداخلية ولمساعداته، ومنشكر وزير التجارة الداخلية كمان. ومنشكر السيد المحافظ لاهتمامه، يعني مبارح لمستوى أي مركز مستهلك صغير عم يوجهنا بأي شكوى بتجي لعنده أنه نطلع نحن نتابع أي مركز. وطبعا الإدارة العامة، فأي طلب عم نطلبه لخدمة المواطنين ما عم يقصروا أبدا. وأنتوا بتتابعوا الشكاوى اللي بتجيكم؟ أكيد كمان أكيد أكيد. أي شكوى بتجي فورا نحن متحقق من الموضوع. إذا عن جد هالشكوى نتخذ إجراءاتنا فورا. كل الشكر لك أستاذ عدنان إسماعيل مدير فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية في اللاذقية. شكرا لك وشكرا لجهودكم ولجهود كل العاملين في هذه المؤسسة. شكرا لمتابعتكم للمؤسسات ولمراكزنا. شكرا وشكر موصول لكم مشاهدينا. بلتقيكم الأسبوع القادم بموضوع اقتصادي جديد. إلى اللقاء.